خلينا اروح بقى لواحد من اللاعبين المميزين، واحنا قلنا ان واحد مؤثر قوي في هجوم النادي الاهلي، لما بينزل بيؤثر في هجوم النادي الاهلي وبيفرق كتير معاه. خلينا نروح لكابتن حسين الشحات، نجمنا، نجم النادي الاهلي ونجم يعني منتخبنا الوطني ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن حسين ومنور البريمو. حقيقة يا كابتن ربنا يخليك، يا يا رب ربنا يخليك يا كابتن، هو انا لازم اكلمك تحياتي ليك كل يا يوم كابتن عشان تخش وتحياتي كابتن. معايا؟ نعم لازم اكلمك كل يوم. ما اعمل يا كابتن الحظ بقى. منور يا حسين، طمني عليك، الحمد لله طمني عليك. الحمد لله كله تمام يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله. قول لي حسين، يمكن انا عايزين بس نستفسر في جزئيه مهمه جدا. كابتن حسين، فعلا موضوع الفتاء ده موجود عندك؟ والله يا كابتن هو موجود يا كابتن، بس الحمد لله يعني بلعب ويا الدنيا الحمد لله. يعني يعني انت بتشوف انها بتاثر عليك يا كابتن حسين في ال... في في في, ال... في اللعب، لان احنا كلنا عارفين مستوى حسين الشحات عامل ازاي يعني. حبيبي يا كابتن والله يا كابتن يعني بيتأثر في حاجات يا كابتن، وفي حاجات يعني بتأثر في الشوط وفي الجري، يعني في حاجات كده بتأثر فيها في كذا حاجة يعني، فالحمد لله يعني أنا بحاول أدوس على نفسي وألعب، لأن أنت عارف كابتن النادي الأهلي لازم كلنا نبقى كلنا يعني مع بعض وكله بيلعب، وحتى لو هو إيه عشان خاطر النادي الأهلي يعني. احنا بس بنوضح لجمهورنا، لان حسين ساعات الناس بتقول ده مش مستوى حسين، لكن احنا كلنا شفنا مستويات مختلفة من حسين وهايلة لحسين، وشفنا من وجودك في العين وجودك لما تألقت بشكل كبير في النادي الاهلي. يعني الامور بالنسبة لحسين لازم نوضح ان في بعض الامور اللي ممكن بتخلي حسين تعبان، او في حاجة ممكن تكون مؤثرة، لان اللعيب لازم يبقى كامل الشفاء عشان يأدي بشكل كويس، فكان لازم جمهورك كان يعرف حسين الجزئية دي. ما انا عارف يا كابتن والله، هو انا انت عارف بقى يا كابتن، انا مع نفسي انا ما بحبش يعني اطلع واقول حاجه انا تعبان او مش تعبان او كده، فانا عادي يعني انا بلعب وبخليها على الله يعني. على الله يا حسين، انت لعيب يعني نوعية زي ما بيقولوا كده، نوعية مميزة، لكن الفترة الجاية هنشوفك ان شاء الله. طب خطواتك ايه في الجزئية دي؟ هل في حاجة ممكن هتعملها في الجزئية دي يا حسين؟ والله يا كابتن ان شاء الله المفروض يعني في، بس لسه مستني بقى قرار النادي وكده عملية، هتعمل عملية تانية؟ ان شاء الله، بس هفضل يعني لحد ما تيجي ان شاء الله قرار العمليه، لان انت شايف يا كابتن الدنيا كلها واقفه، وربنا يعفى عن الجميع ان شاء الله ونعدي الفتره دي على خير، هي ان شاء الله تعدي بس كده، وبعد كده نشوف ربنا كريم بقى كابتن هسافر ولا اعمل ايه ان شاء الله. طب بتتمرن حسين دلوقتي في البيت ولا؟ ما هو في البيت كابتن احنا عندنا برنامج رياضي ماشيين عليه كلنا يعني، كنت بتمرن يعني انا في البيت. طيب حسين، قول لي يعني الايام اللي فاتت، يعني مهم جدا فكره اللمه وان انت بتتعامل مع زمايلك والمدير الفني وعلاقتك بيه، اعتقد ان مستر فايلر ثقته الكبيره فيك دايما بيخليك ورقه رابحه دايما بالنسبه له، علاقتك بيه ايه يا حسين في الوقت اللي فات؟ والله يا كابتن علاقه كويسه يعني، كلنا كابتن علاقه كويسه يعني، سواء اللعيبه ببعضها سواء انا والجهاز الفني او اي حد والجهاز الفني يعني، دي علاقه طيبه جدا، لان دي اهم حاجه كابتن، اي لعيب بيبقى محتاج المدرب يكون كويس معاه ويعامله معامله كويسه عشان خاطر يطلع كل ما عنده. الحمد لله علاقتي بالمستر فايلر طبعا كويسه جدا، فالحمد لله يعني، فدي حاجه انا مستريح لها جدا طبعا. العلاقه ايضا مع كابتن سيد وكابتن سامو مصنكا، طبعا هما الاثنين اللي موجودين بس في جهاز مصريين. طبعا يا كابتن، مع كابتن سيد طبعا وكابتن سامي الاب الروحي للعيبه كلها، سامي كابتن سامي الفنان الفنان بس كابتن سامي ده من الشخصيات يا كابتن المحترمه جدا ونضيفه جدا يا كابتن كده، صحيح بيحب الناس كلها وبيحب الخير للناس كلها. انا على المستوى الشخصي بحبه جدا وبحب اتعامل معاه جدا وبحب اتكلم معاه كمان جدا، هو بيجي يتكلم معاه ويتكلم مع كل لعيب مثلا شايف ايه تعبان او ايه محتاج ايه، فدي حاجة كويسة جدا من كابتن سامي بصراحة.